آمين آمين آمين. صلى الله عليه وسلم. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدورين آمين. تنبيه: عبارة ابن الصلاح روينا عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري، فهذا لا بأس به. ويقصد أنه غير ممزوج في إيه؟ بمثل ما في كتاب البخاري من أقوال إيه؟ الصحابة والتابعين رضي الله عنه، فالبخاري قد أكثر من ذلك في صحيح. فقول مثلا إيه البخاري عن علي رضي الله عنه: الدين قبل الوصية. الدين قبل الوصية، البخاري قال كده عن علي: الدين قبل الوصية. لما نيجي ندور في هذا الأثر عن علي نجد أنه لم يرويه عن علي إلا الحارث الأعور. الحارث الأعور هذا أكثر العلماء على تضعيفه، أكثر العلماء على تضعيفه، لكن لما هو ضعيف طب البخاري حطه ليه بقى في الصحيح؟ قال لك لأن هناك إجماع على معناه، والإمام الترمذي لما رواه في سننه قال: والعمل عليه عند أهل العلم. فكأن الإمام البخاري ضمنه في صحيحه لاتفاق العلماء على العمل بمعناه، فكأنه في إيه؟ في مرتبة الصحيح. احنا قلنا ايه في المره الفائته البيت اللي هو: تشاجر قوم في البخاري ومسلم، فقالوا او لدي وقالوا: اي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحه كما فاق في حسن الصناعه مسلم. طبعا العلماء بيهمهم اكثر الصحه، يعني العلماء أهم حاجة عندهم إيه؟ الصحة. فالبخاري إيه؟ فاق صحة. أما حسن الصناعة والترتيب وجمع الأحاديث في مكان واحد، هذا وإن كان مفيدا إلا أنه يأتي في مرتبة بعد الصحة، يأتي في مرتبة بعد الصحة. يقول: فهذا لا بأس به، يعني إن كان يقصد بالتفضيل أنه لم يمازجه غير الصحيح وهكذا. ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح، يعني اللي بيقولوا من شيوخ المغرب بتفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري لا يلزم منه ولا نفهم منه إن هم يفضلوه على صحيح البخاري في الصحة، لأن في أمور تانية غير الصحة معتبرة، زي إيه ما قالوا: حسن الترتيب وحسن الصناعة وجمع أحاديث الباب كلها في مكان واحد، بعكس البخاري. البخاري مثلا ممكن يأتي بالحديث الواحد ويقطعه
ويذكره في أكثر من موضع، حتى إن مثلا حديث بريرة، حديث عتق بريرة في الصحيح، في صحيح البخاري، البخاري ذكره في أكثر في حوالي 20 موضع في الصحيح، الحديث ده وحده بس، حديث بريرة أو عتق بريرة رضي الله عنها، ذكره البخاري في 20 موضعا في الصحيح. لما يجي بقى واحد زي الإمام مسلم يروح مجمع كل 20 موضع دول ويحطهم في مكان واحد، البخاري بقى يحطه في كذا موضع على حسب ما يرتئيه وما يريد أن يأخذه من فقه الحديث، فهو في موضع يريد أن ينبه على أمر معين، ويأتي في موضع آخر يريد أن ينبه على نكتة أخرى، وهكذا، حتى أنه ذكره في نحو من 20 موضع. وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهو مردود على من يقوله. مردود ليه؟ لأن شرط البخاري كما ذكرنا أشد من شروط مسلم، وعلى رأسها اشتراطه اللقاء بين الرواة، بعكس مسلم الذي يكتفي بمجرد المعاصرة في هذا، يعني في الحديث المعنعن يعني. قال شيخ الإسلام ابن حجر: قول أبي علي، يعني أبي علي النيسابوري، ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، يعني كلام الإمام أبي علي النيسابوري أن ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، الحافظ ابن حجر بيقول ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، خلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محيي الدين في مختصره وفي مقدمة شرح البخاري له، محيي الدين ابن العربي، وإنما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه. يعني هو عاوز يقول إن اللي بيقدمه صحيح مسلم على البخاري بينفو أن يكون هناك كتاب أصح من مسلم. يعني إيه الكلام ده؟ واحد بيقول إن مسلم أصح كتاب، فالحافظ ابن حجر بيقول مش معناها إن غيره لا يكون أصح منه، بل ممكن أن هذا الكلام يقتضي المساواة، يعني ما هو مفيش حاجة أفضل من صحيح مسلم، طب هل في حاجة تساويه؟ قال الكلام ما ينفيش هذا، يعني ممكن يبقى عنده صحيح البخاري مثل صحيح مسلم ولكن ليس أفضل منه، وإنما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، يعني مفيش حاجة أصح من كتاب مسلم، أما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أنه يريد المساواة، يعني عايز يقول إن البخاري مثل مسلم، البخاري مثل مسلم، كما في حديث ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول كده، فهذا لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة ولا الصديق، الصديق اللي هو أبو بكر، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أظلت القضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه أصدق من أبي بكر الصديق؟ لا،
فكذلك هنا لما يقول لا يوجد كتاب أصح من كتاب مسلم، هل معناها أن المسلم أصح من البخاري؟ لا، عشان المثل ده، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه، فيكون فيهم من يساويه. يعني ممكن الصديق يبقى إيه، مثل أبي ذر في الصدق، ولكنه لا يفضل عليه، لا يفضل عليه. هيجي واحد يقول للحافظ ابن حجر ايه، ولكن في العرف، في العرف لما اجي اقول ايه فلان احسن من فلان، يعني انا اقصد فعلا انه افضل منه، مش ايه، مش مساوي. وقالوا له طب ما ايه، في حديث البراء رضي الله عنه بيقول ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت قط أحسن منه. يعني معنى كده إنه في حد ممكن يبقى مساوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ففي العرف نفي الأفضلية أيضا لا تقتضي المساواة. فعشان كده الحافظ بقى جه بعد كده بيقول إيه، ومما يدل على أن عرفهم، يعني اللي هيجي يقول لي العرف بيقول كده، هقول له إن عرفهم في ذلك الزمان ماش على قانون اللغة. إيه بقى الدليل؟ أن أحمد بن حنبل قال: ما بالبصرة أعلم، أو قال أثبت من بشر بن المفضل، أما مثله فعسى. يعني أنا لا أقول أن هناك أحد أثبت من بشر. طب ممكن يبقى واحد مثله؟ قال آه ممكن، لكن أفضل منه لا، أو أثبت منه لا. فالحافظ عايز يقول إن معنى كلام اللي فضل صحيح مسلم على البخاري إن ممكن يكون يقصد إن هما الاتنين سواء، البخاري مثل مسلم. أما إن مسلم أفضل من البخاري أو أصح، لا. قال: ومع احتمال كلامه ذلك فهو منفرد، سواء قصد الأول أو الثاني. يعني كلام الحافظ أبي علي النيسابوري ده كلام خاص به هو، أما جمهور العلماء على تفضيل البخاري على مسلم. وذكرنا قول الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. قال يعني ابن حجر: وقد رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما يشعر بأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري. يعني أبو سعيد العلائي عايز يقول إن أبو علي النيسابوري لم يرى صحيح البخاري. ابن حجر بيقول إيه برضه، بيعقب بيقول: وهذا عندي بعيد. يعني كلام الحافظ العلائي إن أبو علي النيسابوري لم يرى صحيح البخاري ده أمر بعيد. ليه؟ فقد صح عن بلديه وشيخه أبي بكر بن خزيمة أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري. يعني فأدي شيخه ويعيشان في بلد واحد يقول ما إيه، ما في هذه الكتب كلها أصح أو أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. فيصعب أن يكون ابن خزيمة شاف صحيح البخاري وأبو علي النيسابوري ما شافوش، لأن هما إيه عايشين في بلد واحد، وده شيخ ده هذا شيخ ده.
وصح عن بلديه ورفيقه أبي عبد الله بن الأخرم أنه قال: قلما يفوت البخاري ومسلما من الصحيح. يبقى شاف البخاري، شاف صحيح البخاري ولا لأ؟ شافه. قال: والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصح. يعني أبو علي النيسابوري قدم صحيح مسلم لشيء آخر غير مسألة الأصحية. إيه هي؟ بل لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه. لما مسلم صنف الصحيح بتاعه في نيسابور، وشيوخه كانوا موجودين حواليه اللي هو نقل عنهم أو روى عنهم صحيحه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق، يتحرى أن إيه؟ ينقل اللفظ كما سمعه من شيخ. طيب هو نسي لفظة حاجة إيه؟ نسيها أو عايز يتأكد منها، شيوخه موجودين حواليه، هيروح يسأله الأصول اللي هو كتب فيها وراء مشايخه موجودة معاه، هيروح يرجع ليه. بعكس البخاري، البخاري صنف الصحيح بتاعه وهو ليس في بلده ولم يكن مشايخه حوله، بل صنفه من حفظه، يعني كتبه من حفظه. بخلاف البخاري فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ رواية، أنا برضه بقول إيه، في شكلها كده غلط. روايته. ولهذا ربما يعرض له الشك. نسي، مش فاكر هي اللفظة دي كده ولا كده، فيقول أو. ونجدها كثيرا في البخاري، وقد صح عنه أي عن البخاري أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام. يبقى إيه؟ هو بيصنف أو بيكتب من حفظه، بعكس مسلم كان بيكتب من الأصول اللي هي إيه؟ كتبها عن المشايخ. ولم يتصد مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث. يعني مسلم كان بيسرد الأحاديث سرد، إنما البخاري يستنبط حكما من الحديث ويضعه عنوانا للترجمة أو عنوانا للباب. ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه أو في عناوين الأبواب بتاعته. وذكرنا قبل كده إن كثير من العلماء صنف مصنفات في تراجم وعناوين البخاري فقط، يعني مش في الأحاديث اللي بيرويها، لا، في العناوين بتاعته. ولم يخرج الموقوفات، ده مسلم. قال: وأما ما نقله عن بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية. يعني كلهم ما قالوش إن إيه، إن هم يقصدوا بالأفضلية دي إن مسلم أصح، لم يقولوا هذا، بل أطلق بعضهم الأفضلية
يعني هو الأفضل من البخاري، أو أفضل مطلقا، أفضل كتاب صنف في الحديث هو مسلم فقط كده، ما قالوش إن هو أفضل من البخاري، وهذا فرق دقيق. إن هو يقول إن صحيح مسلم هو أفضل ما صنف، وبين إن هو يقول صحيح مسلم أفضل أو أصح من البخاري. شيوخ المغاربة لم يقولوا هذا، لم يقولوا أنه أصح من البخاري، بل قالوا غاية ما قالوه أنه أفضل منه، بل أطلق بعضهم الأفضلية. فحكى القاضي عياض عن أبي مروان الطبني بضم المهملة وسكون الموحدة، وقيل بالضم، يعني إيه الباء قيل ساكنة وقيل مضمومة فيها الإيه الوجهين ثم نون. قال: كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. قال: وأظنه عنا ابن حزم. يعني بعض قليل من شيوخ المغاربة كان يفعل هذا، وقيل أنه ابن حزم الذي كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. وإن كان ابن حزم قد قال هذا، فأعتقد أنه فضله يعني من حيث الترتيب وحسن الصناعة أيضا، لا من حيث الأصحية. عنا أي أراد، عنا ابن حزم أي أراد ابن حزم. فقد حكى القاسم التجيبي، ده كان من الحفاظ، تلميذ الحافظ العراقي وابن عساكر، حكى القاسم التجيبي في فهرسته عنه ذلك، أي عن ابن حزم، يعني ذلك اللي هو إيه أفضلية مسلم. حكى القاسم التجيبي، حكى عن ابن حزم في الفهرست إيه بتفضيل ابن حزم على للمسلم على صحيح البخاري. طب ليه؟ لماذا؟ قال: لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، حديث فقط، يسرد الأحاديث سردا. وقال مسلمة بن قاسم القرطبي من أقران الدارقطني: لم يصنع أحد مثل صحيح مسلم، وهذا في حسن الوضع وجودة الترتيب لا في الصح. أو هو في الواقع إن صحيح مسلم يعني أيسر تناولا من صحيح البخاري، يعني سهل إنك تبحث فيه عن الأحاديث، سهل إنك تجمع أحاديث باب معين في موضع معين. أما البخاري فصعب، محتاج بقى إيه إنك تدور على الحديث في البخاري في أكثر من موضع. فكأنهم فضلوهم من هذه الحيثية. ولهذا أشار المصنف حيث قال: من زيادته على ابن الصلاح، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في أو في مكان واحد. دي زيادة من الإمام النووي على مقدمة ابن الصلاح، بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فسهل تناوله. يعني سهل إنك تبحث فيه وتحفظ الأحاديث بتاعته، لأنها إنه إيه مرتبها في مكان واحد، بخلاف البخاري فإنه قطعها في الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها، وأورد كثيرا منها في إيه بقى؟ عندكم إيه؟ ها؟ في غيري، في غيري هنا ساقطة،
عنده في مظنته، في مظنته يكتب في غير مظنته. يعني البخاري بيحط يضع الأحاديث وطرقها في أماكن لا تتوقع إن هو يضع هذا الحديث في هذا المكان، لحكمة أو لنكتة فقهية يراها هو، فيضع الحديث في أماكن غريبة لأول وهلة. أول ما تبص الحديث ده في الباب ده، طب وإيه علاقة الحديث ده بهذا الباب؟ فتحتاج بقى إلى إنك تفكر وتقرأ كتب الشراح حتى تعلم لماذا وضع البخاري هذا الحديث في هذا الباب. يبقى هو وأورد كثيرا منها في غير مظنته. زي ما قلنا إيه، حديث بريرة حطه في 20 موضع. قال شيخ الإسلام: ولهذا نرى كثيرا ممن صنف في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم في سياق المتون دون البخاري لتقطيعه لها. ما يجي حد يصنف كتاب في الأحكام الفقهية، أسهل ليه، البخاري ولا مسلم؟ مسلم طبعا، لأنه مجمع الأحاديث كلها في مكان واحد، هيروح هو جايبها ونقلها وحاططها في الكتاب بتاعه. لكن بقى عشان يجي يدور على الأحاديث دي في البخاري هيتوه وهياخد منه وقت كبير. قال شيخ الإسلام: ولهذا نرى كثيرا ممن صنف في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم في سياق المتون دون البخاري لتقطيعه له. ولسبب آخر، إن مسلم كان يتحرى في الألفاظ، يعني لفظ المسلم مقدمه على لفظ البخاري، إنه كان بيتحرى الدقة في الألفاظ زي ما قلنا إيه، أصوله معاه والشيوخ حواليه، البخاري لأ، وصنفه بعيد عن مشايخه وعن أصوله، وربما ينسى يشك في لفظة، طب هيجيب الكلام بقى منين؟ فما فيش، مش هيلاقي شيوخه جنبه ولا أصوله. قال: وإذا امتاز مسلم بهذا فللبخاري في مقابلته من الفضل ما ضمنه في أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار، وإنه صنف فيها كثير من العلماء، وما ذكره الإمام زي ابن جماعة وغيره، وما ذكره الإمام أبو محمد ابن أبي جمرة عن بعض السادة، قال: ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق، رضي الله عنه. وكان الناس في بخارى يقرؤون صحيح البخاري كل عام، ويأتوا عند ختمه، الليلة اللي هيختموا فيها البخاري صحيح البخاري إيه، يختموا عند إيه قبره، وإيه ويدعون الله عز وجل بعد الختم فيستجيب الله عز وجل له. لكن بقى أدري الآن ما زالوا مستمرين على هذه العادة أم لا. فوائد: الأولى، قال ابن الملقن، ابن الملقن كلامه هذا في المقنع في علوم الحديث، له كتاب اسمه المقنع في علوم الحديث، قال: رأيت إيه بعض المتأخرين قال: إن الكتابين سواء، اللي هو يعني البخاري ومسلم مثل بعضهما، فهذا قول ثالث. يبقى القول الأول اللي عليه الجمهور تفضيل صحيح البخاري، القول الثاني ما نقل عن بعض المغاربة من تفضيل صحيح مسلم،
قول الثالث أنهما سواء، يعني هذا مثل هذا، وحكاه الطوفي اللي هو نجم الدين الطوفي في شرح الأربعين، شرح الأربعين النووي. نجم الدين الطوفي له كتاب في شرح الأربعين النووي، حكى هذا القول ومال إليه القرطبي. والإمام ابن قطلبغة قال وهو أعدل الأقوال، يعني إيه ابن قطلبغة عايز يقول إن هذا أحسن الأقوال، إنهما سواء، لكن كما قلت الجمهور على تفضيل البخاري على صحيح مسلم خاصة في مجال الأصحية. الثانية، قدم المصنف هذه المسألة اللي هي المفاضلة بين إيه؟ صحيح البخاري ومسلم، وأخر مسألة إمكان التصحيح في هذه الأعصار عكس ما صنع ابن الصلاح لمناسبة حسنة، وذلك أنه لما كان الكلام في الصحيح ناسب أن يذكر الأصح، فبدأ بأصح الأسانيد ثم انتقل إلى أخص منه، إلى أخص منه وهو إيه؟ أصح الكتب. وهنذكر بعد كده إيه الكلام على مسألة إيه التصحيح في هذه الأعصار. الثالث، ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام. يقسم الأحاديث فين بقى؟ عنده هو، مش في الصحيح، خلي بالك. بيقسم الأحاديث ثلاثة أقسام عنده هو كده في مخ، مش ليس في صحيح مسلم. الأول، ما رواه الحفاظ المتقنون، ده أعلى مرتبة. والثاني، ما رواه المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان، يعني الذين خف ضبطهم، اللي حديثهم إيه نقول عليه أنه حديث إيه حسن وليس يرتقي إلى مرتبة الصحيح. والثالث، ما رواه الضعفاء والمتروكون. يبقى إيه هذه ثلاثة أقسام عند الإمام مسلم لإيه للأحاديث. وأنه إذا فرغ من القسم الأول اللي هو ما رواه الحفاظ والمتقنون، هنا بقى هيخش اهو بقى على ايه، على الصحيح بقى، كلام على الصحيح. اذا فرغ من القسم الاول اتبعه الثاني، يعني هو هيتكلم في ايه، هيذكر احاديث في باب معين، فياتي بالاحاديث التي رواها الحفاظ المتقنون اولا، وبعد ذلك يتطرق إلى الأحاديث التي رواها المستورون والمتوسطون اللي هم حسني الحديث. بمعنى كده إن صحيح مسلم في أحاديث حسنة، في أحاديث يقال أنها حديث أحاديث حسنة، ولكن لا يذكرها في إيه في مقدمة الباب أو في أصل الباب، بل يذكرها بعد ذلك كنوع من الاستشهاد والاستئناس به، ولكن لا يذكرها في أول الباب. وأنه إذا فرغ من أو فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه، يعني حتى لو وجد أحاديث في الباب أحاديث ضعيفة لا يذكرها في الصحيح. فاختلف العلماء في مراده بذلك، يعني هو عايز يقول ايه من الكلام ده. فقال الحاكم والبيهقي ان المنية اخترمت مسلما قبل اخراج القسم الثاني، وانه انما ذكر القسم الاول، يعني هو ذكر القسم الاول اللي فيه الحفاظ المتقنين
وبعد كده لم يتمكن من إكمال الكتاب وتوفي رحمه الله قبل أن يذكر الأحاديث التي تتعلق بالقسم الثاني. قال القاضي عياض: وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه. يعني الناس ايه، مشت وراء الحاكم في كلامه هذا، أن الإمام مسلم صنف صحيحه ذاكرا فيه الأحاديث التي رواه الحفاظ والمتقنون، ثم لم يكمل الكتاب وتوفي رحمه الله قبل أن يذكر القسم الثاني، أي الأحاديث التي فيها الرواة المستورون وإيه من حسن حديثه. قاضي عياض بيقول: وليس الأمر كذلك، يعني هذا مش صحيح، هذا ليس صحيحا، كلام الحاكم والبيهقي هذا كلام فيه نظر، بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بحديث الثانية، يعني أنه ذكر القسمين معا في صحيحه. يبقى معنى كده أن مسلم فيه أحاديث حسنة على طريق المتابعة والاستشهاد. يعني إيه؟ ذكر أحاديث الطبقة الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد لا على طريق الاحتجاج، أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأول شيئا، يعني ربما لا يجد في أحاديث الباب أحاديث من الطبقة الأولى التي فيها الحفاظ المتقنون، يقوم إيه ذاكر الطبقة التي إيه تليها، وأتى بأحاديث طبقة ثالثة وهم أقوام تكلم فيهم أقوام وزكاهم آخرون ممن ضعف أو اتهم ببدعة، وطرح الرابعة كما نص عليه. كل الكلام ده كلام مين؟ لا، كلام القاضي عياض. قال: والحاكم تأول أن مراده أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك مراده. يعني كأن الحاكم فهم من كلام مسلم إن هو هيصنف 3 كتب، الكتاب الأول عن الصحيح اللي هو بلغ الدرجة العليا من الصح، الكتاب الثاني فيه الطبقة المتوسطة، وهيصنف كتاب ثالث فيه الايه الضعفاء، ولكنه ذكر الطبقة الكتاب او صنف الكتاب الاول ملحقش يصنف الكتابين التانيين. ده كلام الحاكم. قاضي عياد بيقول: لا، مسلم ما كانش قاصد كده، لكن هو كان يقصد انه سيذكر الاصناف الثلاثة في كتاب واحد. وليس ذلك مراده. قال: وكذلك علل الحديث التي ذكر أنه يأتي بها قد وفى بها في مواضعها من الأبواب. لا، وكذلك علل الحديث التي ذكر أنه يأتي بها قد وفى بها في مواضعها من الأبواب، من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وتصاحيف المصحفين. قال: ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم: إن مسلما أخرج 3 كتب من المسندات، أحدها هذا الذي قرأه على الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء، فإن ذلك لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكره مسلم في صدر كتاب. القاضي عياض بيقول: أنا
هذا الفهم الذي فهمته من كلام الإمام مسلم، والذي يختلف تماما مع ما فهمه الحاكم، يقول: أنا ما تكلمت فيه مع أحد من أئمة الحديث إلا ووافقوني على ما قلته، اللي هو الكلام اللي قاله ده. قاضي عياد يدعي أن العلماء يوافقوه على ما قال. قال المصنف: وما قاله عياض ظاهر جدا. المصنف اللي هو الإمام النووي، وده ايه برضه يعني من الايه من الأدلة التي تفيد أن القاضي عياض قد وافقه كثير من أهل العلم. فاهمين المسألة دي ولا محتاجة توضيح؟ الإمام مسلم يقول أنه في صحيحه سيأتي بالأحاديث التي بلغت الدرجة العليا من الصحة. يعني إيه بلغت الدرجة العليا من الصحة؟ يعني رواتها من الحفاظ المتقنين، وهذا سيضعه في المقدمة، مقدمة الباب. هيجي يتكلم عن مثلا كتاب الوضوء، هيأتي بالأحاديث التي بلغت الدرجة العليا عنده في الصحة وتتكلم عن الوضوء في مقدمة الباب، ثم يأتي بعد ذلك بالأحاديث التي تنحط عن رتبة هؤلاء التي رواها إيه؟ الرواة الذين خف ضبطهم، اللي هم المتوسطين والمستورين. أما الطبقة التي تليها والتي يروي أو رواتها من الضعفاء والمتروكين لا يدخلها في صحيحه. ده الإمام مسلم بيقول كده، وهذا ما فهمه القاضي عياض. الحاكم، الإمام الحاكم والإمام البيهقي قالوا ده هو كان يقصد انه هيصنف كتاب في الصحيح وكتاب اخر فيه الاحاديث التي تنحط عن رتبة الصحيح ولكنها ليست ضعيفة، يعني احاديث حسنة، وهيصنف كتاب اخر ثالث في الأحاديث الضعيفة. قاضي عياد قال لهم: لا، هذا الفهم الذي فهمتموه، الإمام مسلم لم يكن يقصد هذا. حاكم البيهقي بيقولوا إيه؟ ده هو صنف الكتاب الأولاني ثم مات، ما لحقش يصنف الكتابين التانيين. قضى عاد قال لهم: يا جماعة انتم مش فاهمين هو كان يقصد ايه. لا، ولم يكن يقصد هذا، وكان يقصد انه سيصنف صحيحه متضمنا النوعين الاولين اللي هو الصحيح ثم الحسن، اما النوع الثالث الضعيف لا يصن او لا يدخل في صحيحه شيئا منه، وإن كان هو إيه موجود عنده ويحفظه في عقله. يعني هو يحفظ هذا ويحفظ هذا ويحفظ هذا، يحفظ الصحيح والضعيف والحسن والضعيف، لكنه في صحيحه لن يأتي إلا بالصحيح والحسن فقط. وضحت المسألة شوية؟ طيب. الرابعة، قال ابن الصلاح: قد عيب على مسلم، أي عاب قوم على مسلم
روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح. يعني في جماعة روى عنهم مسلم، وهؤلاء قيل أنهم ضعفاء. طيب نجاوب عن ده ازاي؟ اذا كان هو صنف كتابه في الصحيح، طبعا الحافظ السيوطي هيجيب ايه اكثر من ايه من رد على هذا. ولكن هناك ايه رد لم يذكره الحافظ السيوطي، ايه هو؟ وده اللي قاله الامام الحازمي، قال ربما كان الراوي ضعيفا عندما يروي عن قوم، وصحيح أو ثقة عندما يروي عن آخرين. زي مين مثلا؟ إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش لما يروي عن أهل الشام، العلماء قالوا إيه؟ إذا روى عن أهل الشام فهو ثقة، إذا روى عن غير أهل الشام فلا يؤخذ بحديثه، يبقى هو ضعيف في غير أهل الشام. طب ليه؟ لماذا؟ قال لك لأن أهل الشام كان هو ملازم لهم مدة طويلة جدا، قاعد معاهم ليل ونهار، فحافظ كل أحاديثهم. لكن لما يجي يروح يسافر مثلا مكان ما ويرجع، ففي هذا المكان الذي يسافر فيه البصرة أو غيره، ويأخذ أحاديثا أو يروي أحاديث مثلا من أهل البصرة ويرجع إلى الشام ينسى. طب اللي نسيه ده هيستعيده ازاي؟ لازم يرجع البصرة تاني عشان ايه؟ يفتكر او يقول لهم انا الحديث ده نسيته قولوه لي تاني. لكن هو مع اهل الشام قاعد معاه، لو نسي حاجة هيروح يقول له ايه؟ والحديث اللي انت قلته لي دوت انا نسيته قولوه لي تاني، قاله له تاني، جه بعد فترة نسيه هيروح يرجع له تاني يقول له قول للحديث تاني وهكذا. يبقى ايه؟ ودي قاعدة تكتبوها عندكم، ضعف الحفظ، ضعف الحفظ ينجبر بطول الملازمة، ضعف الحفظ ينجبر بطول الملازمة. ليه هنجبر بطول الملازمة؟ أنا قاعد مع الشيخ ليل ونهار، كل ما هنسى هروح له أقول له فإيه قول لي الحديث ده تاني مرة أخرى. لكن اللي أنا مش قاعد معاه وجيت نسيت الحديث اللي هو قاله لي، طيب خلاص يبقى راح عليا. فهذا المثال اللي هو إسماعيل بن عياش مثلا، قالوا ثقة في أهل الشام ضعيف في غيره. الإمام مسلم لما يروي عن بعض الضعفاء فبيروي عن هذا الرجل الذي قيل فيه ضعيف، ولكنه ثقة في الشخص الذي روى عنه، ثقة في الشخص الذي روى عنه في الصحيح. هو عند غيره ضعيف، يعني لما بيروي عن شخص آخر بيبقى ضعيف، لكن ايه لما يروي عن شخص معين يبقى ايه ثقة. فمسلم لما بيروي عن شخص ضعيف بيروي عنه ايه؟ اذا كان ملازما أو شديد الملازمة لشيخه، ويحفظ أو ثقة في حديث شيخه، وهذه لم يذكرها الحافظ السيوطي.
وجه آخر بقى أن ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، يعني واحد ثقة عند مسلم لكنه ضعيف عند غيره، بس هو ثقة عندنا، فمش عشان هو ضعيف عند واحد تاني أو ما كتبش حد، أنا شايف إن هو ثقة فهحطه عندي في الصحيح. الثاني أن ذلك واقع في المتابعات والشواهد لا في الأصول، يعني ليس في أصل الباب، إنما يأتي به الشواهد والمتابعات والاستئناس. فيذكر الحديث أولا بإسناد نظيف ويجعله أصلا، اللي هو إيه، رواته من الحفاظ المتقنين، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد والمبالغة، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. يعني الحديث اللي إيه اللي هيذكره بعد ذلك، وإن كان في بعض الضعفاء أو فيه راوي ضعيف، لكن فيه فائدة تشرح شيئا غامضا في الحديث الذي قبله، تبين شيئا مبهما فيذكره للإفادة. الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتد به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط، كأحمد بن عبد الرحمن بن أخي عبد الله بن وهب، اختلط بعد الخمسين ومئتين بعد خروج مسلم من مصر. يعني واحد ايه ضعيف، بس هذا الضعف طارئ عليه، واحد كبر في السن، فلما كبر في السن بقى ينسى، يجي يحدث الأحاديث ينسى، ويحدث بألفاظ مختلفة، لكنه هو شاب صغير كان يحفظ وكان متقن. فمسلم لما بيروي عنه بيروي عنه قبل الاختلاط، قبل أن يكبر في السن ويذهب عقله. الرابع أن يعلو بالضعيف إسناده، وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه، مكتفيا بمعرفة أهل الشأن ذلك. فهو إذا روى عن بعض الضعفاء بإسناد عال يذكره أو يفضله على الإسناد الصحيح النازل. ليه؟ لأن المهتمين بالحديث والمهتمين بهذا العلم يعلموا أن هناك حديث آخر وإن كان أنزل إسنادا صحيح، في إسناد صحيح وإن كان نازلا، فهو إيه يفضل العلو في الإسناد على هذا. فقد روينا أن أبا زرعة أنكر عليه، يعني أنكر على مسلم روايته عن أسباط بن نصر وقطن وأحمد بن سعيد المصري، فقال: إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منه بنزول، فأقتصر على ذلك. يبقى إيه؟ يعني شرط انه يكون الحديث ده له اسناد اخر صحيح، مش بس ايه ان هو هذا الحديث الضعيف هو فقط الحديث الوحيد في الباب، لا، يكون له اسناد اخر صحيح. ولامه ايضا على التخريج عن سويد، يعني سويد بن سعيد، فقال: من أين كنت آتي بنسخة حفص بن عن ميسرة بعلو؟
يعني هو يبحث عن الإسناد الإيه العالي، ولم يستوعب الصحيح اللي هم مين؟ بخاري ومسلم في كتابيهما. قبل ما ننتقل للنقطة دي، في برضو نقطة عايز أنبه عليها، إن صحيح البخاري يفضل على صحيح مسلم من حيث الجملة لا من حيث الأفراد. يعني إيه؟ يعني ممكن أجد في صحيح مسلم حديث أصح من حديث في البخاري، واضح؟ لكن لو جمعت كل البخاري على إيه؟ أصح من مسلم الجملة. لكن ممكن أجد حديث في مسلم درجته أعلى من درجة حديث في البخاري. واضحة النقطة دي؟ ولم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ولا التزماه، أي استيعابه، يعني مش كل الأحاديث الصحيحة موجودة في البخاري ومسلم، ففي أحاديث صحيحة كثيرة ليست في البخاري ومسلم. فقد قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة الطول، مخافة إن الكتاب يطول والناس تمل، وليته فعل ذلك. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمع عليه، يعني ما أجمع عليه أهل العلم والنقل. وقيل: ما أجمع عليه أئمة الحديث كمالك وأحمد وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. وحياتي بعد ذلك إن إيه ده كلام الحافظ البلقيني، السراج الدين البلقيني، هيقول إن إنما وضعت ما أجمع عليه، قال اللي أجمعوا عليه مين؟ ابن حنبل، أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور. هيأتي بعد كم سطر. يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، أي من الأئمة يعني، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. قاله ابن الصلاح. ورجح المصنف، يعني ايه الامام النووي في شرح مسلم، ان المراد ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا واسنادا، يعني الثقات اجمعوا على ان هذا الحديث ايه صحيح او قبلوه اسنادا ومتنا، لا ما لم يختلف في توثيق رواته. قال: ودليل ذلك أنه سئل، من اللي سئل؟ الإمام مسلم سئل عن حديث أبي هريرة، فإذا قرأ فأنصته، يعني إذا قرأ الإمام فأنصته، هل هو صحيح؟ فقال: عندي هو صحيح. فقيل: لما لم تضعه ها هنا؟ يعني ما حطتش له في الصحيح، مش هو صحيح عندك؟ فأجاب بذلك اللي هو ايه؟ انه ايه، ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، وانما وضعت ما اجمع عليه. يعني ايه؟ الحديث هو صحيح وكل حاجة، لكن مش كل العلماء اجمعوا عليه، فعشان كده انا ما حطتوش في الصحيح.
قال: ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر. يعني إيه؟ الإمام مسلم أو يعني إيه بشر، يعني إيه، والنقص مستولي على البشر، ويعني ليس هناك كتاب يعني أصح من كتاب الله عز وجل، لكن كتب البشر يستولي عليها النقص أيضا. فهو وضع شرط وجيب بعض الأحيان كده وإيه ونسي ما وضعه أو ما اشترطه. وقال البلقيني: أراد مسلم إجماع أربعة، يعني بيقول إنما وضعت ما أجمع عليه، فبيقول أراد إجماع أربعة: أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. يعني إذا أجمع هؤلاء الأربعة على حديث وضعته في الصحيح. قال المصنف في شرح مسلم: وقد ألزمهما الدارقطني وغيره إخراج أحاديث على شرطهما لم يخرجاها أو لم يخرجاها، وليس بلازم لهما لعدم التزامهما ذلك. ما قالوش إن إحنا هنجمع كل الأحاديث الصحيحة. الدارقطني يأتي بأحاديث ويقول إيه، طب لما لم يخرج البخاري ومسلم هذا الحديث وهو على شرطهما؟ هما ما قالوش إن إحنا هنجيب كل الأحاديث الصحيحة ونضعها في الصحيح. قال: وكذلك قال البيهقي: وقد اتفق على أحاديث من صحيفة همام، وانفرد كل واحد منهما بأحاديث منها. صحيفة همام بن منبه اتفق على ذكر أحاديث منها، يعني البخاري ومسلم ذكر كل منهما أحاديث من هذه الصحيفة، والبخاري ذكر أحاديث لوحده لم يذكرها مسلم والعكس، مع أن الإسناد واحد. يعني صحيفة حمام بن منبه دي إسنادها كله واحد، يعني حوالي مثلا ما يقرب من 20 أو 30 حديث هي إسنادها واحد، ومع ذلك اتفقوا على ذكر أحاديث منها، وبعضها تخير البخاري بعضها وتخير مسلم بعضها. طب ليه؟ طب ما هي كلها تعتبر بمثابة حديث واحد، ليه إسنادها واحد؟ قال المصنف: لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر أنهما إيه بقى؟ ماشي، بعدها إيه؟ اطلع في حد عنده إيه؟ أنهما ما اطلع، شيل ما دي، حذف عندك؟ فالظاهر أنهما اطلع فيه على علة. يعني هو الصحيفة كلها إسنادها واحد، اشمعنى يذكر يأتي بأحاديث ويترك الأخرى؟ يبقى هو اطلع على علة في الحديث الذي تركه، ولذلك لم يضمنها في الصحيح. ويحتمل أنهما نسياه أو تركاه خشية الإطالة، أو رأيا أن غيره يسد مسده، يعني روي أحاديث أخرى تغني عن هذه الأحاديث التي لم يذكرها من حديث صحيفة همام. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم.